أنا عايز أقول 5 حاجات عشانهم أنا بدعم ترشح السيد الرئيس وإنه يكمل إن شاء الله فترة ثالثة إن شاء الله. 1، علاج ملايين المصريين من فيروس سي، ده إنجاز عظيم جدا تحقق. 2، الأمن والأمان اللي إحنا بقينا فيه الحمد لله تاني دلوقتي زي زمان، وإن إخواتنا وبناتنا وأمهاتنا وزوجاتنا يبقوا ماشيين وهم مطمنين وإحنا مطمنين عليهم. ده مكسب حقيقي تحقق بعد فترة احنا فقدناه فيه واحنا نسينا، بس ان كان كل يوم جمعة عندنا قتلى، عندنا حرائق، وعندنا تفجيرات. الحاجة الثالثة، الطرق والكباري اللي اتعملت اللي فيه بعض الاشرار، او مش بعض، كل الاشرار بيسخروا منهم. لو ما كانوش اتعملوا كان زماننا دلوقتي في علبة سردين بنتحرك، ومصر مختنقة، القاهرة مختنقة، كل المحافظات مختنقة. الحاجة الرابعة، العشوائيات الخطره دلوقتي اللي ما بقتش موجوده، واللي استبدلت بمساكن لمحدودي الدخل، مساكن ادميه مشرفه يعرفوا يعيشوا بكرامه فيها. انا عندي حاجات كتير اقدر اتكلم فيها، بس التسليح اللي حصل اللي حمى مصر من انه يدخل لنا من الغرب ومن الشرق ومن الجنوب ومن الشمال اعداء جوه الوطن بجيوش، لولا هذا التسليح ما كانش ده حصل. حياة كريمة، احترام المرأة، يعني في حاجات كتير قوي موجودة. الحاصل انه في أزمة اقتصادية عالمية مأثرة علينا، أكيد مأثرة علينا، بس ربنا سبحانه وتعالى موجود، واللي عدينا من اللي فات هيعدينا من اللي جاي إن شاء الله. ربنا يحفظ بلدنا. في حاجة أخيرة، تنسوش إخواننا، إحنا عندنا كتير قوي من أشقائنا من الدول المحيطة بينا موجودين في مصر، موجودين في مصر مش لاجئين، موجودين في مصر ضيوف، مرحب بيهم ومخليين بالنا منهم وحاطينهم في عينينا، وفي منهم اللي عامل بيزنس وعايش وبيشتغل. بصوا على بلادهم عامله ازاي، عشان في ناس هتضحك علينا وتقول لنا ما تهددوناش بمش عارف مين وفين وبتاع، لا احنا ما حدش بيهدد، بس بصوا الحال، بصوا الناس اللي سابت بيوتها وسابت اشغالها وسابت حياتها وراحت تقعد في بلاد تانية، مصر شايلاهم في عينيها. فربنا يا رب يحفظ مصر واهل مصر ويكرمنا وينصرنا ويوفقنا في الفترة اللي جاية إن شاء الله. ربنا يوفقك يا سيادة الرئيس إن شاء الله.